من ضمن الأسئلة، لو أنا خريج تجارة تخصص المحاسبة بتقدير جيد جدا وأريد عمل دراسات عليا في مجال الاقتصاد والإحصاء، ممكن شرح وافي وإيه المطلوب مني؟ الحقيقة إنه هيكون مطلوب منك إنك في الغالب تدخل دبلومة لاقتصاد أو إحصاء قبل ما تدخل على جانب الدراسات العليا، لأنه عادة مش هيوافق إنك تكمل تدخل على طول على درجة الماجستير وأنت تخصصك المحاسبة. لأن فكر فيها كده مصطفى، أنت دلوقتي درست محاسبة داخل على اقتصاد ماجستير يعني درجة أعلى، في الغالب يقول لك طب أنا هستفاد إيه لما أشتغل شخص بهذه الطريقة؟ ففي الغالب هو مش بيوافق على هذا الموضوع، وبيكون بالنسبة له بيطلب منك إنك تدخل دبلومة الأول، يقول لك سنتين دبلومة، جامعة عين شمس فيها ده، تدخل دبلومة اسمها اقتصاد عالمي، تدخل تقعد سنتين، وبعد ما تقعد سنتين وتجيب فيهم جيد جدا فأعلى، ساعتها ممكن تدخل على درجة الماجستير أو الدكتوراه. طبعاً كل جامعة بتختلف من جامعة لأخرى، لكن نصيحتي خلي بالك اغلبيه الجامعات هترفض ده، لان خريج تخصصك الاساسي محاسبه هتقول لي طب انا درست اقتصاد واحصاء والله في الكليه. لا، هم بيركزوا على فكره التخصص، وتشوف الجامعه اللي متاحه ليك. ونصيحتي لو انت قدمت ولقيت رفض ودخلت الدبلومه ولقيت الدنيا مش ماشيه، خلاص يبقى اعرف ان ارض الله واسعه وربنا يكتب لك الخير في مكان اخر وربنا يوفقك. لكن الدبلومه ممكن اي حد ياخدها لانها علم عام، اما الماجستير والدكتوراه لازم تخصصك الاساسي يكون هو نفسه هذا التخصص وربنا يوفقك.